تم الاتفاق به على آلية جديدة لدخول المرضى. تم اعتماد الوثيقة الجديدة الصادرة من إدارة الهجرة لعلاج المرضى المحولين من المناطق المحررة إلى المشافي التركية. تم اعتماد آلية العلاج المجاني بشكل كامل لأصحاب هذه الوثيقة ضمن المشافي التركية، وسيتم تفعيل العلاج المجاني خلال وقت قصير جدا بعد أن تقوم وزارة الصحة التركية بتحديث النظام الصحي للمشافي التركية لتتمكن من استقبال هذه الوثيقة. We'll be right back.